يقولون الفصلاء والغيارة غيارة الدواعش عراقيون فصلاء غيارة، ولكن للأسف للأسف جعلوا أدمغتهم فارغة وجعلوا أدمغتهم. أنا مرات أحكي في صوت شعبي يعني ناس جهلاء، هم عراقيين بس ناس شنو؟ ناس جهلاء. فيا دواعش يا دولة الإسلام باقية إن شاء الله باقية. مرات يصير عندك وقت فراغ تشغله بمواقع التواصل، خاصة المقاطع الصغيرة اللي هي بالتيك توك وما لف لفها. وقفت عند هذا المقطع اللي شفتوه، ضابط برتبة مقدم يمجد بصولات وبطولات، ما عندهم بطولات داعش، لا، ويختم المقطع ويقول أن دولة الإسلام باقية. خوش والله، خوش خريط مع احترامات للسامع. إلى الآن أو اللي أخذناه الآن وشفتوه هذا المقطع، بصراحة إحنا مو خبراء بالفحص الإلكتروني حتى نحكم عليه، لكن يبدو أنه حقيقي. واللي دفعنا إلى مناقشة هذا المقطع هو الثقافة اللي عند بعض ضباطنا، وأقول البعض، والمؤسسة العسكرية تحتاج أن نوقف عند الحالة وما ننتظر أن تتحول إلى ظاهرة. ويعني حتى نناقش الموضوع خلنا ناخذه بأكثر من نقطة. أولا، أنت ضابط، شنو علاقتك بمنصات التواصل الاجتماعي؟ انت ضابط لو بلوجر لو فاشينيستا لو ما اعرف شو يسموهم ذولا. انت ضابط تحمل مرسوم جمهوري، واذا تريد الطش فمساحة الطشة للضابط مو هي هاي بهالشكل هذا. البطولة اللي قدموها ربعك اللي نتغنى بيهم مو لان هم فاتلين شواربهم ويخطبون عن الناس، لا، لان اصحاب مواقف وبطولة. العسكري مو مثل المدني، او من تلبس الخاكي يكون تعرف قيمته او قيمة اللي دت لبسه وتاريخ اللي دت لبسه. بعض الدول الديمقراطية، ها، ديمقراطية، تمنع العسكري حتى من ان يصوت بالانتخابات، وكذلك تمنع زواجه من ياهو تشان، وتمنع سفره الا باذن مسبق. اي نعم، لان هذا الضابط مو لعب. وزارة الدفاع أصدرت توضيح بخصوص هاي الحالة وأكدت اعتقال الضابط المسيء كما ظهر بالفيديو، لكن نقول أن الوزارة مطالبة أيضا بإنهاء هذا الموضوع، لأن استخدام ضباط الأجهزة الأمنية لوسائل التواصل المفروض إلى حدود. وإذا في الأمر ضبابية دخلوهم دورة تعلمهم شنو يعني ضابط. وأرجع وأقول البعض مو الكل، أعوذ بالله من مرض الطشة، أعوذ بالله.